مشكله في ثانويه اب ابني كان في ثانويه عامه السنه دي تمام لجنه 7 في اهل اديني اهل ابني كانت اللجنه بتاعته حصل فيها 2 عملوا شغب في اللجنه يوم التفاضل الشغب ده كان يوم ماده التفاضل تمام اللجنه طلع فيها 13 مراقب ال 13 مراقب منهم ضابط وامناء شرطه ومخبرين والغير الناس اللي بتراقب ماشي اتعمل محضر للاثنين اللي هم عملوا ايه الشغب دولت طبعا ما حدش يعرف حاجه من الطلبه دولت خالص ولا نعرف اي حاجه عن الموضوع ده الا جم بعد كده لقينا لما جينا نجيب النتيجه لقينا النتيجه بالمنظر ده ل20 طالب اللجنه كلها بنفس المنظر ده هو اسم الطالب بس اللي متغير برنامج اسمه مين 20 طالب بنفس النظام إيه؟ لما جينا نعمل محضر في الاسم اثبات حاله قالوا لنا رحنا الاسم قالوا لنا اولا الطلبه لما عملوا لهم هنا محضر غش ولا محضر شغش اطلعوا على الوزاره جينا الوزاره قالوا لنا اعملوا لنا كل واحد تظلم فردي عملنا تظلم فردي الكلام ده من يوم 24 الوزير قال لنا هنرد على التظلمات بعد 10 ايام بعد كده جه النائب بتاعنا عن الدايره بتاعتنا يتكلم مع الوزير راح مديله مهله وعمل لنا تظلم فوري النائب بتاعنا قال لنا النتيجه هتظهر كمان 72 ساعه ال 72 ساعه لما جينا بعتنا ناس شافت المحضر اللي معمول لقى مذكور فيه اسم الولد اللي هو عمل مشكله مع المراقب والولد الثاني اللي ساب الدين للمراقب هما 2 معمول لهم المحضر طب ال 18 يشيلوا ليه؟ تمام مطالبكم ايه يا فندم؟ مطالبنا دلوقتي حاكمين النتيجه حاكمين النتيجه طالما النتيجه بتاعت ولادنا انا قالوا لنا اللي حصل ده حصل السنه اللي فاتت ممكن نعدهم لكم بنسبه 50% اخد 50% اروح بيهم فين؟ دي حاجه تاني حاجه يا اما نعمل لهم قرصه ودن قرصه ودن دي ايه؟ اشيلهم كل واحد